أولا أبدأ بسؤال مقدم، مبنى الخلو العاجل، سأله ويسأله كثير من الناس، أن ثبت عن نبي الله عليه الصلاة والسلام أن ابن مريم يوشك أن ينزل، فأنا لما تسمعوني أقول يوشك أن ينزل هذا ليس عن زائد علم عندي بابن مريم، ولكن إذا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة يقول يوشك أن ينزل، فبالتالي بحساب الوقت يوشك اليوم أوشك مما كان من قبل بعد 1400 سنة، فنقول كما قال نبينا قبل 1400 سنة قال يوشك أن ينزل، فبالتالي نقول اليوم يوشك أن ينزل. واضح إخوان؟ فإذا رأيتموني أقول بحرص وبيان ووضوح وعزيمة، من أين هذا؟ من نبي الله عليه الصلاة والسلام، وليس تكلفا ولا استقراء ولا رجما بالغيب. كبر الله. فيسأل كثير من الناس إن كان عيسى بن مريم نازلا لا محالة وهذا لنا دين، فكيف نفهم قول نبي الله عليه الصلاة والسلام إنه لا نبي بعدي وقد نزل عيسى بعده؟ هذا سؤال يسأله كثير من الناس، وبعض أهل العلم خرج من هذا الإشكال بمصيبة، فقال بل ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام غير نبي. الحال أنه سينزل عيسى بن مريم ولكن ليس نبيا كما يقولون، حتى يوفق بين الحديثين، وهذا مردود نقلا ولا أقول عقلا، لأنه لا ندين بهذا، إحنا ندين بالنقل. في النقل عن نبي الله عليه الصلاة والسلام إذا نزل عيسى بن مريم في الكرة الآخرة ويكون الأمر بعد أن يقتل الدجال ويكون ما يكون في يأجوج ومأجوج، فالحديث بسند صحيح، فيوحي الله إلى نبي الله عيسى بن مريم، فالحديث فيوحي الله لمن؟ لنبي الله عيسى بن مريم، ثم يوحي الله لعيسى بن مريم، فإن لم يكن نبيا هذا الكلام بعلمك، يعني لو أنه ليس عيسى بن مريم فقال فيوحي الله إلى سلطان ذلك الزمان فأنت ستقول نبي هو، أما وقد قال يوحي لنبي ثم تقول أنت ليس بنبي هذا تكلف ورد بغير حجة. فالظاهر أن عيسى بن مريم نبي كان ونبي ما زال ونبي ينزل عليه الصلاة والسلام، ولكن كيف التوفيق بين الحديثين؟ لأنه صار أن بعض الناس هذول اللي بسموهم العقلانيين، طبعا إخواننا العقل نعمة، لما؟ لتعمله في طاعة الله، في اتباع وحي الله، وليس في التحايل على وحي الله. العقل نعمة لأتبع الوحي بعقلي، وليس لي أحتال على الوحي بعقلي فأمحو منه ما أشاء وأضرأ منه ما أشاء. فهذول اللي بيقولوا بالعقل رد هذا الحديث الصحيح، ليه؟ لأنه بيقول لك لزم إذا نزل ابن مريم عليه الصلاة والسلام أن يتضاد ويتناقض الحديث. لا يا أخي، كثير من اللي بيقول لك من رد الأحاديث بالعقل لأنه بدا له متناقضا، ولو أخره الله عاما أو عامين لا نضج عقله وصرفه، إنما اليوم استعجل على نفسه فرد الحديث. اصبر. فنقول كيف نوفق بين الحديثين؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي،
وقال الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طب كيف ينزل عيسى ابن مريم؟ نعم، اللي أشكل على الناس ليس الترتيب، أشكل على الناس العجلة. انظر، عيسى عليه الصلاة والسلام حقيقة بعث قبل النبي أم بعد النبي؟ فعيسى عليه الصلاة والسلام أصلا مبعوث قبل النبي، فكلام النبي لا نبي يبعث بعده، واضح أنه كلامه أنه آخر الأنبياء بعثا، فلن يبعث نبي لا يعلمه الناس، فيأتي نبي لا يعلمه الناس، هذا لن يكون. إنما الذي كان أن ابن مريم عليه الصلاة والسلام بعثه الله قبل النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فبالتالي عيسى لم يبعث بعد النبي، عيسى ابن مريم قبل النبي، الآن بقي التقريب. التقريب أخوانا تعرفون نبيا يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام وابن مريم نحو من 600 سنة، نحو من، واضح؟ فهل تعلمون بالجواز أن يعيش رجل 800 سنة؟ ممكن؟ ممكن؟ نعم. فنقرب لكم، نوح عليه الصلاة والسلام، الآن أقرب لكم لتعلموا أن الأمر ليس مستحيلا. فلو أن الله بعث أول الأنبياء نوحا، وهذا معلوم، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، فأول المرسلين عندنا في الكتاب من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. وقال الله فلبث فيهم في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فلو أنا لم أكلمك بالعقل الذي يردون به ما لا يرد، واضح؟ فلو أن الله بعث نوحا اليوم وبعد 100 عام بعث محمدا عليه الصلاة والسلام وبينهما 100 نبي، اليوم بعث النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عام نبيا آخر بعث نوح، وبعد نوح بعام نبيا آخر، ثم كل عام نبيا آخر، على رأس 100 بعث نبي الله عليه الصلاة والسلام. اسمع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء بعثة، جيد؟ ثم مات الأنبياء جميعا خلا نوحا، وبقي نوح حيا. قربت لك شيء؟ أنا كنت بتكلم على 100 سنة لتجوز لكم، ولكن لو تكلمت على 600 سنة لجازت نوح نحو من 1000، واضح؟ يعني لو بعث عليه الصلاة والسلام نوح هذا العام والنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعث الله بعد نوح في كل 10 سنين نبيا حتى بعث رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام على رأس 105، يعني بين النبي وبين نوح 500 سنة، نيح؟ ثم مات الأنبياء جميعا حتى نبي الله عليه الصلاة والسلام محمد ونوح حي. هذا الكلام ممكن ولا ليس ممكنا؟ ممكن. من آخر الأنبياء بعثة؟ طب نوح في الأرض. فلما قال النبي لا نبي بعدي وجوزتم أن يبقى نوح حيا، يبقى لازم من فهمنا أن لا نبي يبعث بعده، بدليل أنه مات عليه الصلاة والسلام ونوح حي، ولن يقوم أحد ليقول إن النبي أن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي وهذا نوح، لأن نوحا قبل النبي وليس بعد النبي. لا نبي يكون حدثا لم يكن من قبل فيكون بعدي، هذا المفهوم، لن يأتي نبي بعدي لم يكن من قبله، إنما أن يطول عمر بنبي ويموت الخاتم عليه الصلاة والسلام ويطول عمر السابق حتى يبقى السابق
ويشهد للخاتم، هذا ليس بعثة بعده. الآن ابن مريم عليه الصلاة والسلام شيء من هذا، إني متوفيك ورافعك إلي. الله تبارك اسمه لم يقل إنه أمات ابن مريم، الكتاب لم يقل إن الله أمات ابن مريم، قال توفاه. وسيقول الناس الوفاة موت، لا، يعني الله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، اسمع هذا اختلاف، يتوفاها حين موتها، قال الله حتى يتوفاهن الموت، ففي وفاة وفي موت. النبي عليه الصلاة والسلام الله قال تبارك اسمه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فكيف توفانا بالليل؟ حتى كان النبي إذا أفاق من نومه يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. فهذه الوفاة كانت وجها من وجوه الموت وليست موتة. فلما استوفى الله ووفى عيسى ابن مريم، استوفى عيسى ابن مريم وتوفى ابن مريم، هذا ليس موت. فأراد بنو إسرائيل في ابن مريم كيدا فرفعه الله إليه، مات ابن مريم؟ ما مات. الآن ابن مريم حي من ذلك الحين. ثم بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام وابن مريم مرفوع عند الله، ثم مات النبي فنزل ابن مريم. ابن مريم قبل النبي أم بعد النبي؟ قبل النبي. واضح؟ فليس في كلام نبي الله عليه الصلاة والسلام ضد في ابن مريم. واضح إخوان؟ فنزول عيسى نبيا عليه الصلاة والسلام لا يرد ولا يضاد الحديث لا نبي بعدي، لأن الكلام على بعثة نبي لا يعلمه المسلمون، فيأتي نبي لا نعلمه أبدا. إنما لو بعث الأنبياء جميعا، يعني في الحديث الصحيح أن الله جمع لنبي الله ليلة أسري به الأنبياء جميعا، هذا يلزم أن الله جمع له من نوح إلى عيسى بن مريم فأمهم. واضح إخوان؟ فلما يبعث الله الأنبياء الآن يشهدون له، فها قد بعث الأنبياء وعيسى أصلا حي ونوح ما قد تعلموا. جيد إخوان؟ فليس في هذا الكلام شيء. ولو شاء الله لبعث الأنبياء في حياة النبي يشهدون له بين أيدينا، ثم يموت النبي ولو شاء الله لبقي أحد الأنبياء، فلا نقول إن هذا النبي جاء بعد نبي الله، نيح بعث بعد نبي الله. عيسى بن مريم ما بعث بعد نبي الله، رفع ونزل بعده، بعث قبله ورفع قبله، ثم جاء الخاتم ومات عليه الصلاة والسلام، ثم أنزل الله الذي رفعه الله. واضح؟ جاي. سينزل به أخونا يسأل هل ينزل ابن مريم بالإسلام أم بالمسيحية؟ أولا احنا قلنا أخوانا ما في شيء اسمه المسيحية، الأديان التي يعرفها الناس دين حق، الإسلام دين الأنبياء جميعا، ودينان باطلان اليهود والنصارى، ما في شيء اسمه المسيحية. وقلنا لكم إن من العدوان على ابن مريم أن تقول للمشركين اليوم مسيحيون، فأن تأتي لمشرك يشتم الله بابن مريم ويجعل لله ولدا ولله أما ثم تقول هذا مسيحي لتنسبه للمسيح، كما أن تأتي لمسيلمة الكذاب فتقول هذا محمدي، تقبل؟ اليوم رأس كنيستهم بنديكت وأخوه مسيلمة الكذاب، فإذا قبلت أن تقول لبنديكت على ما هو عليه من الشرك والتثليث والشتيمة لله مسيحي، جاز لك أن تقول لمسيلمة الكذاب محمدي.
فإذا قلت لرجل فاجر فاسق اليوم في الناس، رجل من المسلمين فاسق فاجر، هل تقبل أن يقال له محمدي؟ وهو مسلم ولكنه عصى وفسق، فلا يقال له محمدي، فكيف يقال للمشرك مسيحي؟ بل يقال له نصراني على ما هو فيه. جيد. لما ينزل عيسى بن مريم كما قال عليه الصلاة والسلام يهلك الله الملل كلها على يديه إلا الإسلام، فينزل عيسى فيكسر الصليب، هذا رأس الكنيسة، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ثم يكون نبيا في المسلمين. وعيسى عليه الصلاة والسلام كان مسلما يوم كان في بني إسرائيل، كما في خاتمة سورة المائدة: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسيحيون. هذه آخر هذه الصفحة قبل الأخيرة من سورة المائدة: واشهد بأننا مسلمون. أختها في آل عمران: واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. حتى في القصص: إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم قالوا إنا آمنا به، إنا كنا من قبله مسلمين. فالذين اتبعوا الأنبياء كانوا مسلمين ولم يكونوا لا يهودا ولا نصارى.